السلام عليكم. Hey everyone, welcome back to my channel. أنا لما. اليوم عندنا قضية من القضايا اللي highly requested, بمعنى إن انطلبت مني كثير تقريبا من سنة ونص وأنا قاعدة أشوف الإيميلات تباني أتكلم عن هذه القضية, وأنا already أعرف أن القضية هذه من سنة تقريبا شددني لما غصت فيها. هي صح unsolved ولكن فقط للعقول اللي تحب تفكر. Let's get into it. قصتنا اليوم تتكلم عن عائلة بوردن, واحدة من القضايا القديمة وأشهر القضايا القديمة. فالآن خلونا نتعرف على منزل عائلة بوردن. الأب أندرو بوردن والأم سارة بوردن عندهم بنتين, إيما وليزي. إيما تبلغ من العمر 41 سنة وليزي عمرها 32 سنة. طبعا والدة إيما وليزي أتوفت بعد ما جابت ليزي بسنتين, فالآن السيد بوردن أتزوج امرأة تانية اسمها أبي بوردن, بالإضافة لخادمة المنزل واسمها ماجي والمعروفة باسم تاني أطول من اسم ماجي, بالإضافة للخال جون موريس وهو خال إيما وليزي من أمهم المتوفاة. الأشخاص اللي أنا ذكرتهم دولة هم اللي كانوا في البيت في يوم الحادثة. خلونا مع بعض نتعرف على السيد بوردن. السيد بوردن واحد من أغنياء البلدة أو المدينة في ذاك الوقت. هو شخص غني وعنده مجالات كتير وشغال في بنوك في أشياء تجارية. طبعا هو ما انولد غني, هو اللي عمل هذه الثروة بنفسه. مسكن عائلته في بيت صغير. البيت اللي انتوا بتشوفوه هذا يعتبر صغير بالنسبة لعائلة زي عائلة بوردن. كما قيل في المصادر انه اساسا باقي عائلة بوردن كانت موجودة في منطقة اسمها التل. المنطقة هذه يعيشوا فيها دائما العوائل الغنية. فمشكلة السيد بوردن انه هو نوعا ما اقتصادي, اقتصادي وبزيادة كمان. فهذا الشيء اللي كان مزعل اغلب اهل البيت, لانه كان حلمهم انه يروحوا بيت تاني اكبر يليق بعائلتهم. لكن كمان مع ذلك ما كان يبين عليه انه هو غني اساسا. فكده عرفنا نبذة بسيطة عن هذه العيلة. الان خلونا ننتقل لليوم اللي غير تاريخ العيلة هذه واللي بسببه احنا قاعدين نسوي فيديو اليوم. في يوم 4 اغسطس من عام 1892, طبعا صحي كلهم الصباح واجتمعوا على طاولة الطعام وكلهم فطروا مع بعض. بعدين تقريبا على الساعة 9 بدأت العيلة تنتشر في كل مكان, بمعنى السيد بوردن اللي هو الأب راح لعمله, أما الخال جون راح يزور أحد أصدقاء اللي قال إنه كان مريض. إيما كانت أوريدي من قبل كم يوم إلين بعد الحادثة برا المدينة, كانت في زيارة مع أصدقائها أو في رحلة مع أصدقائها برا المدينة. فكده بقي في البيت فقط ليزي وزوجة الأب أبي والخادمة ماجي. انتشروا الثلاثة لتنظيف المنزل, كل واحدة فيهم مسكت غرفة نظفت شيء ساعدوا بعض. لكن على الساعة 10:30 الصباح طبعا كله جات ماجي لقت انه في احد بدق الباب, ولما انفتحت اتفاجأت انه هذا السيد بوردن رجع بدري من شغله لأول مرة. بعد ما ليزي سمعت انه ابوها رجع نزلت بسرعة عشان تستقبله وسألته عن السبب انه ليش رجعت بدري, فقام قال لها لسه حاسس اني تعبان بسبب المرض فحبيت اني اجي البيت ارتاح شوية. لازم اقول لكم ايش موضوع المرض هذا, انه من كم يوم قبل الحادثة البيت كله كان مريض, طبعا باستثناء الخال جون وإيما, لانه إيما كانت قلت لكم برا المدينة. الخال جون مو عايش معاهم, جاء زيارة فقعد معاهم الكم يوم هذه فما لحق انه هو يمرض. بس العيلة اوريدي هي مريضة من اول, والمرض اللي فيهم يشبه الحمى يشبه الغثيان والاشياء هذه بس مو معروف من ايش, وهو مو مرة خطير. اللهم انه ايش كل افراد العيلة بما فيهم الخادمة كمان كله مريض. فهو كان حاسس بالتعب وعشان كده رجع البيت يبغى يرتاح. سأل عن زوجته اللي هي أبي, فبتقول ليزي انه أبي جاتها رسالة بتقول انه احد العيلة اصيب بالمرض. قام الاب اللي هو السيد بوردن جاء راح الصالة استلقى الأريكة بنفس ملابسه بنفس كل شيء
وغمض عينه شوي عشان يرتاح، ولكن غط في النوم. بالنسبة للخادمة ماجي كانت نفس الشيء، تعبانة ودايخة، وبعد ما خلصوا كلهم شغل تقريبا قالت لليزي ان هي حتطلع غرفتها ترتاح هي كمان. طبعا غرفة ماجي او غرفة الخدم عموما بتكون بالعادة اخر شيء فوق. طبعا ليزي ما عندها شيء تسوي، ده نايم وهي نايمة، ومدري مين مسافر ومدري مين خارج، قاعدة الحالة في البيت. فقررت ان هي تطلع برا البيت، في عندهم زي قبو او يشبه الجراج بس انه مخزن برا البيت. كانت بتحضر حسب ما قيل في احد المصادر عدة الصيد، تبغى تصيد السمك فقاعدة تحضر العدة. فجأة سمعت صوت خبط في البيت، صوت شيء اتخبط في الارض، في صوت شيء عمل دج فجأة من النهاية، يليه صوت صرخة. بعض المصادر قالت ان هي كانت جوا هذا المكان، وبعض المصادر قالت ان هي في طريقها لهذا المكان سمعت الصوت. في جميع الاحوال سابت اللي كانت هي بتسويه وجريت على البيت، راحت للبيت من الباب الخلفي لانه كان الاقرب. والشيء اللي صار وشافته غريب انه باب البيت الخلفي كان مفتوح وهي ما سابته مفتوح. ولما دخلت ليزي استقبلها منظر جدا بشع، خلاها تصرخ بأعلى صوت عندها إلين ما صحيت الخادمة ماجي وسمعت ليزي وهي بتصرخ. بعد المصادر قالت إنه ليزي قالت لماجي تعالي بسرعة أنزلي تحت، أبويا مات في أحد جاء وقتله. وهذا اللي صار فعلا، لما ماجي نزلت شافت المنظر اللي قدامها، طبعا كان جدا منظر مروع. كان السيد بوردن نايم على الأريكة ولكن كان جدا ملطخ بالدم، كل جسمه دم. ليزي طلبت من ماجي انه بسرعة تروح تجيب الطبيب حق الحي، راحت عشان تجيب الطبيب وجابت الجارة ورجعت. فالطبيب فعلا لما جاء كشف على السيد بوردن، فعلا واضح اصلا انه السيد بوردن ميت. لكن هنا قطع الصمت اللي هم فيه سؤال الخادمة عن السيدة بوردن اللي هي زوجة الأب. قالت الخادمة هي فينها أنا ما شفتها. فقامت قالت ليزي للخادمة أوه ماجي أنا أتوقع أني سمعت صوتها وهي فوق، روح أشوفيها لو كانت موجودة ولا لا. ماجي الخادمة خايفة تروح لحالها، معلش ما حمشي أتمشى براحتي في بيت صارت فيه جريمة يمكن يكون القاتل موجود. قامت الجارة اللي كانت معاهم قالت لماجي أنا هروح معاكي نشوف. ما في دقائق من وصولهم للغرفة إلا وسمعوا صوت صرخة تانية شديدة. لما راحوا فوق لقوا إنه السيدة بوردن كمان ميتة على الأرض على بطنها، والدماء محاطة فيها وعليها كمان. ضحيتين في بيت واحد، يا ترى مين اللي سواها؟ كيف؟ وليش؟ الشرطة وصلت البيت بعد وقت جدا قصير من البلاغ، وبدأوا ينتشروا في البيت وشافوا الجثث وبدأوا يسووا تحرياتهم. والواضح انه السيد والسيدة بوردن مقتولين بنفس الطريقة. قدر وقت الوفاة للسيدة بوردن بين الساعة 9 للساعة 9 ونص الصباح، يعني قبل ما يوصل السيد بوردن للبيت. أما الوقت اللي انقتل فيه تقريبا السيد بوردن كان بين الساعة 10 ونص للساعة 11، يعني بعد ما وصل البيت بفترة مرة قليلة. هل هذا معناته أنه القاتل قاعد يستنى في البيت أو متخبي؟ سبب الوفاة للاثنين كان الضرب عدة مرات بأداة جدا حادة على الرأس، والمشتبه بالأداة هذه فأس. السيد بوردن انضرب في وجهه من قدام نص وجهه، أما السيدة بوردن فانضربت من الخلف. يا أخي زمان كانوا يحطوا صور الجثث كده عادي. المهم الشيء اللي مرة غريب وعجيب واللي وصلت له التحقيقات إنه السيد بوردن مات في الصالة، والسيدة بوردن ماتت في غرفة الخال جون. طبعا زي ما قلت لكم الخال جون اصلا هو مو عايش هناك، وهذه مو غرفته حقته، هذه بتكون غرفة إضافية في المنازل الكبيرة، بيسموها زي غرفة النوم حقت الضيوف. يصير اي ضيف جاي يبات عندهم او اي احد من افراد العيله جاي لهم زياره وحيبات عندهم يبات في هذه الغرفه. فعشان كده انا حسميها غرفه الخال جون او الخال، عشان بس اسهل عليكم التحقيق او اسهل عليكم القصه. المكانين بعاد عن بعض بس وقت حدوث الجرائم قريب من بعض، هذا معناته انه اللي سوى هذه الجريمه كان قاعد في البيت طول الوقت أو متخبي في البيت.
مين هذا اللي حيجي بسهولة كده يقتل شخص في غرفة ويمشي وينزل تحت ويقتل الشخص الآخر والبيت فيه ثلاثة أشخاص قاعدين يتحركوا، أو شخصين لأنه في واحدة فيهم ماتت، شخصين قاعدين يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا، كيف ما في أحد شافه؟ والسؤال الأهم، كيف من سمع الصوت؟ من سمع الصوت أحد بيصرخ إلا الأب فقط؟ في أسئلة كتير دحين هتيجي في بالكم، فيوفروها لين ما يجي الآن وقت التحقيق. المحققين فورا حطوا مشتبه بهم في راسهم وهم أهل البيت، ممكن يكون في احتمالية شخص من برا البيت دخل وعمل الجريمة. ليه الاستنتاج هذا جاء على بال الشرطة أول شيء قبل ما يشكوا حتى في أهل البيت؟ لأنه السيد بوردن زي ما قلت لكم شخص غني عنده ثروة، فشيء طبيعي إنه الناس اللي تبغى تسرقه ممكن تكون كثيرة، لكن إنه شخص يجي من برا يدخل كده ويقتل ويمشي، هذه حتكون غريبة شوية، لأنه اللي حيسوي حاجة زي كده حيكون ملطخ بالدم، وما في أحد شاف أي شخص ماشي في الشارع في ديك المنطقة هو ملطخ بالدم. زيدوا عليها إنه سلاح الجريمة بعض المصادر قالت إنه ما كان موجود، لكن التحقيقات لما فتشوا البيت كامل لقوا راس حق فأس موجود في القبو بدون العصاية اللي تمسك الفأس، لكن قالوا الفأس هذا ممسوح يعني نظيف، فهل ممكن هذا الشخص اللي من خارج البيت يكون قاعد في القبو طول الوقت وعشان كده انتهز الفرص هذه كلها؟ لكن فورا يا جماعة هذا الاستنتاج اتشال من بالهم واتلغى، لانه البيت ما في شيء مسروق ولا شيء ضايع، لو ده شخص دخل عشان يبغى يسرق في اشياء كتير حيسرقها، بالاضافة الى انه البيت كان مرتب او مسارح الجريمة سواء الغرفة ولا غرفة الجلوس كانت نظيفة ما كانت مكسرة، ما في شيء مسروق، عنده فرصة انه هو يسرق، دام قتل عشان يسرق في عنده فرصة انه هو يسرق، طب ليه ما سرق شيء؟ التارجت مو سرقة، التارجت الشخصين دولة. فهذا اول استنتاج تم ابطاله تماما انه ما ينفع يكون احد من خارج البيت. المشتبه به الثاني وهو الخال جون، احنا قلنا انه الخال جون كان وقتها برا البيت، وفعلا أهل البيت قالوا الخال جون كان من قبل الساعة 9 برا البيت وما رجع إلا الساعة 12 يعني بعد الجريمة بساعتين تقريبا، ولكن قالوا ما في دليل يثبت هو فين كان، ما هو ممكن يكون مستخبي هنا أو هنا، لكن لو كان موجود في البيت ليه ما حد شافه؟ ما في دليل يأكد إنه الخال جون هو السبب، لكن في ناس شاكة فيه برضو، والشرطة أغلبهم كانت شاكة فيه، لأنه السيد بوردن والخال جون كان بينهم بزنس مواشي وأشياء زي كده، والبزنس هذا ما زبط وخسر جون كل أملاكه، فقالوا أكيد جون ما يعني مليان حقد على السيد بوردن، بس هذا مو سبب كافي إنه يقتله، غير كده مفروض إنه هو دام سوى حاجة زي كده يكون ملطخ بالدم، بس ما كان ملطخ وكان لبسه زي ما هو، بالإضافة إلى إنه لو هو التارجت حقه كان السيد بوردن ليش هيقتل السيدة بوردن فوق؟ اللي كمان زاد الشك إنه السيدة بوردن كانت مقتولة في غرفته، زي ما قلنا هي مو غرفته غرفته، بس الغرفة اللي كان نايم فيها في ذاك الوقت، فبالنسبة للخال موريس ما في شيء يثبت إنه هو القاتل، وفي نفس الوقت ما في شيء يثبت إنه هو بريء. طبعا كل شخص متهم فيه أو مشكوك فيه إلين تثبت براءته. بالنسبة للمشتبه به اللي بعده وهو الثالث وهي الخادمة ماجي، يا جماعة الخادمة ماجي اسمها الأساسي مو ماجي، اسمها الأساسي طويل شوية، لكن العيلة قررت ان هي تسميها ماجي، ممكن لانه اسمها طويل وحبوا ان هو يختصروه، لكن كانت شكوك الشرطة وقتها انه ممكن الخادمة ماجي بتتعرض للنوع جدا سيء من المعاملة من السيد والسيدة بوردن، وممكن انه انهم بينادوها باسم مو اسمها حسسها بالإهانة نوعا ما، او يمكن في كده مشاكل من تحت الطاولة احنا ما ندري عنها، لكن عندها دافع انه ممكن تكون كارها القاعدة في البيت هذا وتعامل معاملة جدا سيئة. لكن المخادمة ماجي انكرت كل ده وبتقول انا مبسوطة في البيت، أهل البيت أبداً ما يجهدوني ولا يرهقوني وتعاملهم جداً كويس معايا، وأنهم بينادوني ماجي هذا شيء أبداً ما يضايقني، بالعكس. طبعاً الشك كان على ماجي وواحدة من الأشخاص اللي كانت كمان في البيت وقت ما كانوا بينظفوا، هي واحدة من الأشخاص اللي يمديها تسوي شيء زي كده لأنهم قاعدين يمشوا كلهم في البيت. المشتبه أو المشتبه بهم رقم 4
وهم الأختين ليزي بوردن وإيما بوردن. هنا حنتعمق في أمور تانية لما نيجي نتكلم عن الأختين ليزي وإيما. زي ما ذكرت لكم في البداية، السيد بوردن واخد بيت صغير ومسكن العيلة فيه، والمفروض إنه هو يسكنهم في بيت أكبر من كده لأنه هو الشخص ثري. وباقي عيلته قلت لكم إن هي في منطقة تسمى التل، المنطقة اللي يعيش فيها الأغنياء وباقي العيلة. لكن الأب رفض إنه يأخذهم المكان هذا لأنه مقتصد نوعا ما، ولكن تم ذكر إن هو مو بس مقتصد، لا بخيل من النهاية. كانوا الاثنين دولة ليزي وإيما يرموا دائما اللوم على أبوهم إنه أنت السبب في إن إحنا ما تزوجنا للآن، في إن إحنا محبوسين في البيت، وفي 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 زي كده. لأنه لو هم في المنطقة ديك فيها ناس، في عوائل يعني ثرية، في فرص الزواج أكثر، لكن المنطقة اللي هم فيها ما حد حيطالع فيهم لأنه يعتبروا ناس مستوى أعلى، والناس اللي هناك كانوا شوية مستوى أقل. فتعرفوا أنتوا التفرقة هذه والأمور دي نوعا ما تسبب مشاكل. بس على أيامها كان هذا أكتر شيء تمشكلوا فيه إيما وليزي مع أبوهم. أضيفوا على كده أنه إيما وليزي مو طايقين زوجة أبوهم نهائي في البيت، ورفضين ينادوها ماما، وبدال كده قاعدين ينادوها السيدة بوردن، عشان كل مرة يحسسوها أن أنت دخيلة علينا وأن أنت مو واحدة منا. ولكن حسب ما قيل في المصدر أنه النظام أو العادات وقتها كانت أنه حتى زوجة الأب تعامل معاملة الأم. طبعا ما في أحد أبدا يقدر يأخذ مكان الأم، لكن إحنا نتكلم على المعاملة، يعني عامليها باحترام كأنها أم. فليزي وإيما كانوا رافضين الشيء ده تماما، ولا يبغوا أصلا ينادوها ماما زي ما قلت لكم. وغير كده زادت المشاكل بين البنتين دولة مع أبوهم، لأنه قبل ما يتوفى الأب وزوجته هذه بسنة، الأب اشترى بيت لأحد أقرباء أبي اللي هي زوجة الأب. إيما وليزي بوردن عصبوا من أبوهم اللي دحين إحنا معيشنا في بيت صغير وإحنا عندنا فلوس، وبدل ما تجيب لنا بيت كبير وفي منطقة راقية راح تجيب لهم هم ناس ما هم من العيلة أصلا. تعرفوا أكيد أنتم متخيلين المصايب والمشاكل اللي هتكون صارت في نقاش زي كده. لكن جاء هنا السيد بوردن أبوهم وجاي يبغى يهديهم، وقال لهم عيلة أبي كأنها عيلتكم. طبعا البنتين رفضوا هذا الكلام. فإذا جينا نقول إنه البنتين عندهم دافع للقتل، فممكن يكون دافع للقتل لأبي وليس أبوهم. لكن إذا رجعنا شوية وراء، أتذكر وقلت لكم إيما كانت خارج المدينة، ما كانت موجودة. فإيما حرفيا غير مشتبه فيها نهائي، هتبقى لنا فقط ليزي بوردن، وهذه اللي سموا القصة باسمها. وإذا جينا نتكلم عن ليزي، فهنا حتركزوا لأنه في أشياء غريبة ومنطقية نوعا ما. بس قبل لا أدخل في التحقيق وفي الشكوك اللي عليها، لازم نعرف كيف كانت طريقة التحقيق في ديك الحقبة أو في ذاك الوقت من الزمن. طبعا في ذاك الوقت كان ممنوع وعيب إنه الشرطة تفتش الحاجيات الشخصية للنساء أو غرف النساء. فحرفيا لما جوا فتشوا البيت ما دخلوا غرف النساء ولا فتشوا فيها. حطوا المعلومة هذه كويس في بالكم. الحين خلونا نتكلم عن ليزي وعن الأشياء اللي شككت الشرطة فيها، شككت كمان الناس اللي حوالينهم. الشيء الأول الغريب واللي شكك الشرطة في ليزي إنه كل ما يسألوها فين كانت وقت اكتشاف الجثة أو إيش كانت بتسوي، مرة تقول كنت جوا البيت، مرة تقول كنت برا البيت، مرة تقول كنت في المطبخ، مرة تقول كنت بطبخ، مرة تقول كنت أنظف، مرة تقول كنت قاعدة أكوي. وإذا تذكرت أنا إيش قلت كانت بتسوي، كانت برا البيت في الجراج أو القبو الخارجي بتظبط عدة الصيت. معقول أنت مو فاكرة إيش كنتي بتسوي لحظة ما سمعتي الصوت وسبتي الأشياء في يدك ورحتي؟ ليه بتغيري أقوالك؟ فطبيعي كده بالراحة إنه ينشك فيها. بعد ما انتشر الموضوع عن قضية عائلة بوردن، جو ناس من الحي للشرطة وقالوا لهم إنهم كانوا شهود شافوا ليزي بوردن قبل الحادثة بيوم كانت في صيدلية الحي. لما راحوا سألوا صيدلية الحي، قال الدكتور اللي كان في الصيدلية فعلا ليزي جات زارتني وكانت تبغى تشتري نوع من أنواع السموم أو المواد الكيميائية السامة. ما أعرف ليش
صيدلية تبيع شيء زي كده، هل هو كان شيء عادي ولا ما أدري. لما سمعوا هذه المعلومة الشرطة قالوا لتكون ليزي هي السبب في مرض كل أهل البيت، لكن لو كان هذا صحيح فهي ليش هتمرض نفسها هي كمان؟ لأن نفترض مثلا إنه هي سوت هذا الشيء والله تبى تتخلص من زوجة أبوها أو تبى تتخلص من أبوها كمان، ما هي كمان مريضة، ما ممكن تموت هي كمان. لكن في بعض المصادر قالت إنه الطبيب ده ما أعطاها المادة، رفض إنه هو يعطيها إياها. في مصادر قليلة جدا ما ذكرت لو هو أعطاها إياها ولا لا، بس كان الكلام الأكبر إنه هو ما أعطاها إياها. لكن هذا مو بس الشيء الغريب اللي شكك الشرطة في ليزي، الشيء الأغرب هو أنه صديقة ليزي راحت للشرطة حكيهم على شيء صار غريب لما راحت تزور ليزي بعد الحادثة بيوم. قالت أنها راحت تزورها عشان تخفف عليها ألم الحادثة والشيء المأساوي اللي صار، ولما راحت عشان تزورها لمحت أنه ليزي قاعدة بتحرق فستان. الصديقة سألت ليزي أنت إيش قاعدة تسوي؟ ليزي قالت لها هذا فستان خربان وملطخ بالصابون فعشان كده حركته. طبعا كلكم زي ما جاف بالكم جاف بالي، وهو نفسه اللي جاف بال هذه الصديقة، انه عندك 1000 طريقة تتخلص فيها من فستان، ليش تحرقيه؟ هل بتخبي حاجة فيه؟ واذا جينا نتكلم عن الفستان فهو محط الانذار ومحط الحديث الين يومكم هذا. ما حد عارف ليزي ايش كانت بتحرق، ايش الفستان اللي حرقته، لكن مع الشهود اللي كانوا هناك تحديدا الخادمة ماجي لأنه هي اللي قضت وقت معاها في ذاك اليوم، فشافت إنه ليزي كانت لابسة فستان أزرق. بعد الحوادث هذه كلها اضطرت الشرطة إنها تعمل بحث مكثف للبيت، مع هذه المرة إنه يدخلوا الغرف حقة النساء ويفتشوها، لكن الفستان الأزرق اللي قالت عليه ماجي ما كان موجود. هل هذا الفستان هو اللي كان بينحرق؟ ما عدت فترة إلا تم القبض على ليزي بوردن باتهامها إنه هي اللي قتلت زوجة أبوها وأبوها. في حاجة مهمة حتسألوني عنها، دائما تسألوني عنها في أي قضية، حتقولي له البصمات. حقول لكم ذكرت المصادر إنه في ذاك الوقت كانت تقنية البصمات أو كشف عن البصمات شيء لسه في بداياته، فما تم استخدامه، فلهم بالمعطيات والأشياء اللي قدامهم. أثناء محاكمة ليزي بوردن أتقدموا ناس كثير من العائلة والأصدقاء، وعلى بدايتهم كانت أختها الكبيرة إيما. كل الناس شهدت مع ليزي أنه مستحيل البنت هذه تكون هي القاتلة، مستحيل أنه هي تسويها. حرفيا كان هذا رأي أغلب الناس الموجودين هناك، لأنهم يقولوا يعرفوها قد إيش هي إنسانة كويسة ولطيفة. طبعا بدأت المحاكمة بشيء درامي وهو جماجم الضحايا. كشفوا الغطاء عن جماجم الضحايا، ولما انكشفوا على طول أغمى عليها ليزي في نفس الوقت اللي شافت فيه الجماجم. هيئة المحلفين لما شافوا المنظر ده قالوا مستحيل، لأنه يوم ما رحنا البيت وقت الحادثة كانت باردة جدا، ما كانت حزينة، كانت ساكتة، والآن شفتي بس جماجم أغمى عليكي؟ طب ما الجثث كانت قدامك، ما أغمى عليكي ليش؟ طبعا صعب أن أنت تشوف أو تقرر أو تحكم على كيف الإنسان هذا أتلقى الصدمة. ما نعرف هل هي كانت من جد تتكلم ولا مو من جد. في النهاية الحركة اللي سوتها هذه أو اللي صارت معاها بينتها بمنظر الإمرأة أو الفتاة الحساسة، واللي كل الناس وقفت معاها عشان المنظر اللي صار. هيئة المحلفين وزي كده قالت إنه ليزي بوردن هي المشتبه به القوي الوحيد في هذه القضية، وإنه سبب حرقها للفستان عشان تبى تخفي آثار الجريمة اللي هي الدم، لأنه جريمة زي كده وشخصين أكيد حتكون ملطخة بالدم. بس السؤال هنا كيف قدرت إنها تغير ملابسها بسرعة؟ تعرفوا أنتوا فساتين هذيك الأيام كان ترى مو سهل إن هو يتلبس، فكيف لحقت تغير بسرعة؟ وحتى لو غيرتي هل غسلتي وجهك وغسلتي شعرك مثلا؟ نفترض محاميين ليزي بوردن وقفوا وكان عندهم حاجتين قالوها كدليلين إنه الكلام حقكم هذا كله باطل. الدليلين هما أول شيء بالنسبة لكلام الناس عن المادة السامة اللي هي كانت بتشتريها من الصيدلية، فهنا قالوا إنه أختها إيما هي اللي طلبت منها تجيب المادة دي عشان تغسل ملابس المصنوعة من الجلد. أنا ما أعرف هل هذه المعلومة صح أو خطأ، إنه بتنغسل هذه الأنواع من الأقمشة
أو الجلد عموماً إنه بغسل بالمادة هذه. وفي حاجة كمان أضافوها إنه قالوا الضحيتين ماتوا عن طريق ضرب في الرأس زي الفأس، فما لها صلاح المادة هذه في الموضوع. ففي دي النقطة كانت المحكمة مع المحامين حقين ليزي. أما بالنسبة للشيء الثاني اللي برضو المحامين قالوا إنه خطأ كلامكم إنه البنت هذه بريئة وما سوت الشيء ده، إنه تم استجواب ليزي وهي في حالة زي اللي تقولوا مخدرة. ليزي كان وقتها عشان المرض واخدة زي نوع من المهدئات، فتم استجوابها بدون محامي. المحامي على الأقل حيساعدها كيف حترد ردود قانونية تضمن لها حقها، فهي ما تعرف شيء، فكانت بترد وما كان معها محامي، وكمان كانت واخدة هذا المخدر، فكل الكلام اللي قالته يعتبر غير صحيح غير حقيقي، كان المفروض تستنوها لما تفوق. وللأسف المحكمة وقفت كمان مع المحامين في هذه النقطة. هو الكلام اللي قالوه المحامين صح، بس الشيء اللي ما نعرفه هل فعلا كانت هي تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير مهدئ ولا لا. ما ممكن هي بتكون قالت لهم، ممكن هي كدابة ما أخذت لمهدئ ولا شيء. لكن في نقطة إنه هم استجابوها بدون ما يكون معاها محامي، هذه كانت نقطة في صالحها برضو. طبعا قعدوا تقريبا بعد الحادثة هذه بعشر شهور كانوا حابسين ليزي، ولو تتخيلوا قد إيش كانت المدينة كلها عاملة ضجة والإعلام، كل شخص في كل مجلة في كل جريدة مخصصين الصفحة الأولى لأي شيء يصير في قضية ليزي بوردن، لأنه تعتبر وقتها شيء مو معتاد أبدا ولا مشهور ولا شائع إنه امرأة ذات الطبقة الراقية أو whatever إنها تسوي شيء بشع زي كده. هو اللي سوته صراحة بشع، بس لا تخيلوا أنتوا الشيء ده في بلدة صغيرة صار وقتها، فحيكون محط أنظار الجميع كلهم. بس قبل لا أقول لكم إيش الحكم اللي جاء على ليزي، في نظرية طلعوها الناس، وأنا من الناس المؤيدين للنظرية هذه، بس مو كلها، جزء منها. في نظرية تقول إنه ممكن ليزي والخادمة ماجي هم اللي متورطين في الجريمة، وأنا أؤيد هذه النظرية لأسباب. أول شيء ضحيتين في بيت واحد، ومعقول ولا واحدة سمعت عن صراخ ولا واحدة كشفت الثانية لو كانت واحدة فيهم هي اللي قاتلة، فشيء طبيعي إنه الاثنين يكونوا سووها، واحدة سوت اللي سوته تحت والتانية سوت اللي سوته فوق. ثاني شيء قالوا طريقة ماجي في الدفاع عن ليزي إنه ليزي ما عملت حاجة، ما هي شاكة فيها، وفي نفس الوقت إنه كانت لابسة توب ما هو ملطخ بالدم وما عارف إيش، ونفس الشيء كمان ليزي كانت بتدافع عن هذه الخادمة، فقالوا أكيد الاثنين متفقين إنهم يقتلوهم مع بعض. ترى احتمال أبدا ما هو بعيد، بس الاحتمال اللي بعيد واللي ما له أي دليل، بس كده ناس بتطلع كده نظريات 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 عشان ممكن تسمعوها في أي مكان تاني، قالوا إنه ليزي والخادمة بينهم علاقة عاطفية، شيء غير لائق. وقالوا احتمال تكون زوجة الأب اللي هي ميسيس بوردن شافت الشيء ده أو قفشتهم، وعشان كده يبغوا يتخلصوا منها، بس هذا مو السبب يخلوهم يقتلوا كمان السيد بوردن. فهل السيد بوردن كان داخل وشاف جريمة أو صادهم؟ بس أتوقع لا، لأنه لو هو شاف كان طلع فوق، هو جاء وهو تحت ونام في الصالة ما طلع فوق. تتذكروا قلت لكم لما هو جاء هي جت من فوق، هل قتلتها وخلصت وغيرت بعدين نزلت ورسلت ماجي إنها تسبقها وتفتح الباب؟ تفكروا في القصة في النظرية هاي، ترى جدا واردة، جدا جدا واردة. لكن ماجي في النهاية عبارة عن خادمة ما عندها أي، يعني الواضح عليها أنه ما عندها أي ميول إجرامية ولا عندها أي دوافع، ما في النهاية أصلا سابت العيلة وعاشت بعيد، فهي ليش حتتكفل بعناء زي كده؟ فطلعت نظرية أنه بين الاثنين دول علاقة عاطفية، لأنه ما حد فيهم فضح الثاني. وأرجع وأكرر وأقول لكم هذه النظرية ما لها أي دليل يثبت هذا الشيء أبدا، بس الناس قالت كده من عقلهم حكاية انه بينهم شيء عاطفي. لكن انهم مشتبهين فيهم الاثنين مع بعض يكونوا متفقين وتآمروا على القتل، فهاي ترى مرة قوية، وانا من الناس اللي حاسة انه ممكن يكون شيء زي كده صار. لكن في النهاية ما اقدر اشيل من بالي انه ليزي هي المشتبه به الوحيد، لانه كمان لا تنسوا انها قالت في رسالة جات لزوجة الأب إنه والله عندك أحد من عائلتك مريض ومدري إيش وتعالي زوري،
لو الكلام هذا صحيح فين الرسالة هذه؟ عارفين إيش عملت الشرطة في ذاك الوقت؟ كتبت في الجرائد وعملت إعلانات في كل مكان وحتى في المحكمة، يا جماعة اللي رسل رسالة لأبي بوردينج في هذا اليوم يجي يتكلم، يجي يقول أنا، رسلوها في كل مكان ولا أحد جاء تكلم، معناته أن الرسالة هذه ما لها أي وجود. والشيء اللي للآن زي ما قلت لكم الناس بتكلم عنه وهو الفستان، الواضح أن الفستان هذا في أجوبة كل الأسئلة، بس لأنه الحرق خلاص. والصدمة أنه ليزي بوردين غير مذنبة. لو تشوفوا الناس كيف كانت مبسوطة والناس فرحانة والأهل والأصدقاء ومدري إيش، طبعا البنات ورثوا مبلغ كبير من بعد موت الأب. فاللي صار إنه البنات أخيرا اشتروا المنزل اللي بيقولوا عليه منزل الأحلام اللي كان نفسهم فيه في منطقة التل. على فكرة جابوا خدم وجابوا مدبرة منزل وعايشين لحالهم في البيت، ما تزوجوا. لكن صار شيء مرة غريب، وهذا الشيء أبدا ما له أي تفسير ولا حد عارف الشيء ده ليه صار، وهو إنه في فترة بسيطة إيما اللي هي أخت ليزي تركت ليزي لحالها في البيت، سابت البيت وراحت تعيش لحالها في مكان تاني، وما تواصلت مع ليزي من بعدها نهائي ولا حتى شافت وجهها من بعدها. عاشت ليزي بوردن لحالها في البيت الكبير هذا لين ما أكيد ماتت. طبعا النظرية حقت إنه ممكن تكون ليزي فيها ميول مو تمام جات من بعد ما عرفوا الناس إنه أختها إيما سابت لها البيت. ممكن تكون إيما عرفت عن الحادثة أو ليزي قالت لها الحادثة، يمكن فضفضت لها فعشان كده سابت لها البيت ومشيت، لأنه ما أتوقع واحدة حتسيب أختها وما تبي تعرف عنها ولا شيء حتسيبها كده لله في لله، أكيد عرفت شيء. طلع كلام مرة كتير إنه منزل عائلة بوردن منزل مسكون لأنه صارت فيه جريمة جدا بشعة. طبعا المنزل هذا الآن لسه للآن موجود على هيئة متحف، تقدر تدخل تتفرج عليه وتقدر تبات فيه إذا عندك الجرأة. في المتحف هذا حاطين صور إنه هنا كان جالس، هنا لقوه ميت، هنا لقوها ميتة، هنا غرفة آبي، هذه غرفة الخادمة. كمان في حاجة نسيت أقول لكم إياها بالنسبة للموضوع هذا، فريق بزفيد جرب إنه هو ينام في الغرفة هذه بالهدوء لأنه ما كان في تكييف مركزي، ما كان في شيء في البيت. مستحيل أنت يا ماجي تكوني نايمة وما سمعتي صوت صراخ ولا سمعتي صوت خبط ولا سمعت صوت أي شيء، مستحيل. حتقولوا لي ممكن كانت غاصة في النوم، لأنه في ناس تغوص في النوم خلاص انسى الموضوع، بس ماجي بنفسها قالت أنا ما كنت لسه نايمة، كنت بين البين. ممكن لأنها تعبانة ما يعني ما كانت قادرة تفرق هل هي نايمة ولا صاحية، ولكن تبقى هذه واحدة من القضايا اللي للآن يا جماعة سايبينا مفتوحة القضية هذه، بيعرفوا إيش اللي صار رغم أنه عدى عليها فوق 100 سنة تقريبا. من خلال معرفتكم لهذه القصة ومن خلال المعطيات اللي أديتكم إياها، بنظرك أنت يا عزيزي المشاهد مين تشوف هو اللي ممكن يكون مشتبه به؟ حتى لو كان في بالك مشتبه بيهم اثنين قل لي أنت إيش شايف، أو قل لي ليش أنت شايف كده، وكمان قل لي هل في بالك سيناريو معين صار. إن شاء الله أني ما أكون نسيت شيء من الأشياء اللي أنا قلتها، وإذا نسيت شيء أكون كتبته يمين يسار أي حاجة، لأن أنا من أغوص في القصة أنسى كل شيء حواليني. إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم، حبيت الكلمة عشان كده حجلس أقولها كل شوية. See you guys later. Bye bye.